إليزابيث باثوري. هاد السيدة قتلت أكثر من 600 بنت واستحمت بالدم ديالهم. هاد البنات كاملين كانوا من الطبقة الفقيرة، ولكن إليزابيث ما غاديش تكتفي بالدم ديال الفتيات الفقيرات، بل أنها مشات كتقلب على بنات من عائلات ملكية، وفعلا دبحت 25 بنت ودوشات بالدم ديالهم حتى هما. وهاد الشي كامل دارته باش تحمي راسها من الشيخوخة، يعني أنها ضحات بأكثر من 625 بنت باش تحافظ على الشباب ديالها. في القصة ديال اليوم أصدقائي غادي نتعرفوا على أخطر وأشهر سيدة سفاحة عرفها التاريخ، اللي هي إليزابيث باثوري، وكاين اللي كيسميها سفاحة النساء أو كونتيسة الدم. فشكون هي إليزابيث باثوري؟ وشنو هو الهدف الحقيقي ديال هاد السيدة من قتل الفتيات الفقيرات بالضبط؟ وأيضا شنو هو السبب اللي خلاها واللي عندها هاد الميول الدموية؟ قبل ما نبداو في القصة ما كرهتكش عزيزي المشاهد دير لايك للفيديو، حيت اللايك ديالك غادي تنفعني بزاف وانت ما غادي تضرك بوالو. وإلا بغيتي تجتهد شي شوية هبط التعليق ودير شي تخربيقة كيف ما كانت، وهكا المقطع ديالنا غادي يشوفوه الناس كتر وكتر. فبلا ما نطول عليكم ويلا نبداو القصة ديالنا. هاد الحكاية اللي غادي نعاود لكم اليوم أصدقائي قديمة شوية، وكترجع بالضبط للقرن 16 في القارة الأوروبية. فهاد الفترة هادي كانت أوروبا مقسمة لبزاف ديال الطبقات، كاين فيها طبقة النبلاء أو الحكام، وكانوا أيضا حتى دوك الباباوات، وعاد كنلقاو أسفل الهرم طبقة الفقراء يعني المكحطين. وكنظن هادشي راكم قريتوه في التاريخ إلا بقيتو عاقلي. بطلة القصة كانت سميتها إليزابيث باثوري، وهاد السيدة كانت تولدات في عائلة نبيلة، يعني هادي في القمة ديال الهرم. إليزابيث تولدات سنة 1560 ميلادية في مملكة المجر، واللي كانت في هذاك الوقت كتغطي بزاف ديال المناطق في الشرق تاع أوروبا، فحال المجر وترانسلفينيا وسلوفاكيا، وأيضا شمال صربيا وكرواتيا. ودابا تخيل معايا عزيزي المشاهد أن كاع هادشي تابع لعائلة ملكية وحدة فقط، واللي هي العائلة تاع إليزابيث، يعني راه واحد السلطة والمال ما يمكنش. إليزابيث كانت واحد البنت جميلة جدا، زيد عليها أنها كانت بنت ذكية وتلقات أحسن تعليم في العالم، حيث بكل بساطة أنه غادي يجي واحد النهار وتولي كونتيسة، وخاصها تمثل عائلة باثوري أحسن تمثيل. العائلة ديال باثوري كانت من أصل ألماني، وتعرفات هاد العائلة أنها غريبة الأطوار وكدير شي تصرفات ماشي حتى لها، وكيقولوا أنه كاين فيهم اللي كان من عبادة الشيطان. بعض المصادر كتقول أنهم كانوا كيديروا بعض الطقوس الغريبة والمقززة، مثلا كاين فيهم اللي كان كيشد دوك الفقراء والمتشردين وكيقتلهم وكيسلخ لهم الجلد ديالهم، وكيستخدموا الأغراض خبيثة وشريرة. إليزابيث كانت عندها واحد عمتها خارجة الطريق، كانت كتشد الخادمات وتمارس معاهم الفاحشة، راكم فاهمين، ومراها كتدوز عليهم أبشع طرق التعذيب اللي ما يمكنش لك تصورها. وحتى من الوالدين ديال إليزابيث ما كانوش بعادين على هاد الدومين، شي مرات كيبقاو يضحكوا بطريقة هستيرية بدون سبب، عاوتاني كيوليو يتقلبوا 180 درجة وكيبداو يبكيو غا مع راسهم، وما كانوا كيديروا هاد التصرفات الغريبة قدام الخدم اللي كاينين في القصر، ولكن ما كاينش اللي كيقدر يقول لهم علاش ولا شنو واقع، حيت هاد العائلة كانت كلها حمقى وتقدر توقع منها أي حاجة. وكيقولوا أن سبب هاد الأمراض النفسية هو التكبر والأنانية وحب الذات، زائد واحد العنصرية كانت فيهم راه ما يمكنش. العائلة كانوا مدورينها غا بيناتهم، كيتزوجوا غير من عائلتهم وما كيحملوش يدخل بيناتهم البراني، حيت كيعتبروا أن النسب ديالهم نقي وما خصوش يتوسخ، ولكن شي مرات يقدروا يخرجوا على هاد العادة في حالة إلا كان شي زواج سياسي ولا فيه شي مصلحة ليهم، مثلا إلا كانوا غادي يتناسبوا مع شي عائلة تاع النبلاء وعندهم نفوذ وسلطة، أما اللي قل منهم بطبيعة الحال ما غاديش يوافقوا عليه. إليزابيث بقوة ما ولفات هاد المناظر وهاد الأمراض النفسية اللي في العائلة ولا كيجيها هادشي عادي جدا، بقات على هاد الحال حتى ولا في عمرها 6 سنين. فأحد الأيام جورج باثوري اللي هو الأب ديال إليزابيث قرر أنه ينظم واحد الحفلة، وماشي حفلة عادية، لا، جورج قرر يدير حفلة اللي تكون كبيرة ويجمع فيها كاع العائلة والنبلاء، ويغنيو وينشطوا ويشربوا ويديروا جميع أنواع الرذائل. دازت الأيام بسرعة حتى جا النهار ديال الحفلة، النبلاء كانوا مجموعين كيشطحوا كيشربوا كيلعبوا مع راسهم. واحد شويه سمعوا اصوات اقتحام القصر ديال باثوري، وهذا الشيء طبعا ما كيبشرش بالخير. اللي اقتحم القصر الملكي هي واحد العصابه مسلحه من الغجر، غير من الهيئه ديالهم كيبان عليهم انهم من الطبقه الفقيره. ديك الوقيته إليزابيث كانت باقه صغيره يلاه في عمرها 6 سنين، البنت كانت شاده واحد القطيطه كتلعب معاها وما جايبه للدنيا خبر. العصابه النيت كانت ناويه على خزيت، دخلوا للقصر وبداو كيخربوا اي حاجه لقاوها قدامهم، واي واحد وقف في طريقهم بطبيعه الحال كينحيوه. الناس اللي كانوا في الحفله بداو هاربين، واللي لقى شي تغره كيسلت منها، واللي ما عنده زهر وطاح في يد العصابه راه باين المصير ديالو شنو هو. ويمكن لكم تتخيلوا الفوضى اللي كانت واقعه في هذيك الليله. وحده من الخادمات اللي كانوا في القصر خدات إليزابيث لواحد الغرفه وسدات عليها الباب. الخادمه بطبيعه الحال دارت هكا باش تحمي إليزابيث من العصابه. إليزابيث شدها الفضول وبغات تعرف شنو كاين، وكان عندها حل واحد هو انها تطل من الشرجم، ولكن الاشكال ان الشرجم كان عالي عليها وما تقدرش توصل ليه. بقات كتسنى حتى الغد ليه على ما دخلوا الخادمات للغرفه وهي تسلت ليهم وخرجت باش تشوف شنو واقع.
فاش خرجت لقات واحد المنظر ما فيه ما يعجب. القصر ولا عامر بالجثث فحال راهم في القرنة. بالنسبة للناس اللي ما عارفينش القرنة شنو هي، راه هي المكان اللي كيدبحوا فيه الماشية. ما علينا اصدقائي، اليزابيث شافت منظر صعب للغاية من دوك الجثث. لقات باها جورج شاد واحد الوليد صغير وجالس كيقطع فيه بالسيف ديالو. بنت صغيرة في عمرها 6 سنوات شافت منظر بشع بحال هذا راه الخيال العلمي. الخادمة حاولت تشرح لها ان هادو غجر وهجموا على القصر وضروري خاصنا نتخلصوا منهم لانهم اشرار جدا. ولكن اليزابيث كانت مجرد بنية صغيرة وصعيب عليها تستحمل في حال هاد المناظر، وخصوصا داك المشهد ديال تقطيع الطفل الصغير من طرف الاب ديالها. دازت ايام وشهور وسنوات، اليزابيث كبرت شوية ولات في عمرها 9 سنوات. هاد الوقيته الفلاحين كانوا عوالين يديروا واحد المظاهرة سميتها ثورة المزارعين، وهاد المظاهرة بسبب المجزرة اللي ارتكب جورج باثوري في حق ولاد الفلاحين. المزارعين انطلقوا في المظاهرة واي حاجة لقاوها قدامهم كيخربوها، وحتى الى لقاو شي واحد من النبلاء كيشدوه وكيقتلوه. بقاو غاديين في المظاهرة حتى وصلوا للقصر ديال باثوري، وهنا جورج صيفط العسكر ديالو باش يوقفوا الفلاحين. وكانت واحد المعركة اللي طاحنة ديال بصح ما بين العسكر والفلاحين. بزاف من هادوك اللي كانوا في القصر هربوا في حالهم، وهنا بعض الفلاحين خطفوا جوج من بنات جورج باثوري واللي هما خواتات اليزابيث. البنت الصغيرة اليزابيث تبعت دوك الفلاحين اللي خطفوا ليها خواتاتها بلا ما يشوفوها. بقات تابعهم حتى وصلوا لواحد بلاصة خاوية ما كيوصلش ليها بنادم، وتما شدوا البنات وتعدوا عليهم وراها قطعوهم ولاحوهم، وهكا قدروا ينتقموا من الملك جورج وخذوا ليه الشرف ديالو وقتلوا ليه بناته. وهادشي كامل كيف قلت لكم اصدقائي وقع قدام اليزابيث واللي كانت غير مخبية وكتتفرج وما قادرات دير والو باش تعتق خواتاتها. ولكن هاد المنظر البشع لصق ليها في الذاكرة ديالها وما بغاش يتمسح. بعد ايام قليله قدروا يوقفوا الثوره. الجنود ديال باثوري شدوا المتظاهرين وارتكبوا فيهم ابشع اساليب التعذيب تاع العصور الوسطى. عاوتاني المنظر كامل داز قدام اليزابيث اللي يلاه في عمرها 9 سنين من بعد ما دازت عامين على الحادثه. يعني دابا اليزابيث ولا في عمرها 11 عام. واحد النهار شافت باها بالليل كيحاول يتعدى على وحده من الخادمات. الخادمه بدات كتقاوم هو يشدها وخرجها برا القصر. داك الساعة كان فصل الشتاء والسم ديال البرد. جورج باثوري شد السطل ديال الماء بارد وبقى كيكب عليها باستمرار حتى ماتت الخادمة المسكينة من شدة البرد. وهاد الديكور كامل عاوتاني واقع قدام اليزابيث الصغيرة. هاد الأحداث البشعة والقاسية اللي دازت قدام اليزابيث خلاتها تعتقد أن حكم القوي على الضعيف خاصو يكون بهاد الطريقة. في أحد الأيام الأب ديالها صيفطها تزور عمتها كلارا باثوري. كلارا كان عندها قصر كبير بزاف، شي حاجة فخمة ديال بصح. العمة كلارا قادت واحد الحفلة مضخمة على قبل بنت خوها اليزابيث، ولكن بطبيعة الحال ما كانش حفل عادي، ومستحيل انك تقدر تخيل المنظر كيفاش داير. كاع دوك المدعوين كانوا عريانين بدون ملابس، الوجوه ديالهم كانوا عامرين بالدبابيس والمنظر ديالهم كيخلع، وكانوا كيتكلموا فقط في مواضيع الشياطين والسحر والشعوذة. حتى من الشراب ما كانش عصير ولا خمر، لا الشراب كان عبارة عن دم بشري. وهنا اليزابيث اكتشفت ان عمتها اللي كانت واخدة عليها صورة زوينة طلعت مجرد ساحرة ومشعوذة. من بعد ما رجعت اليزابيث مرة اخرى للقصر، لقات ان الاب ديالها باغي يزوجها من واحد السيد من الطبقة النبيلة سميتو فرانسيس ناداستي. طبعا كان زواج سياسي مصلاحي قح صافي، ولكن كيف كان عارفو راه ما غادي ياخدو لا الرأي ديال العروسة ولا ديال العريس. العائلة بجوج فقط هما اللي عندهم الحق ياخدو قرارات في حال هادو، اما بالنسبة للعروسة والعريس لا. المهم داروا الخطوبة ومن بعد داروا العرس وتزوجوا. ولكن فرانسيس كان بارد مع مراته اليزابيث لدرجة كبيرة، كان لايحها في القصر فحال شي حاجة غير عاقلة، ما كيدوي معاها ما كيتقرب ليها، وهذه حاجة جد متوقعة من زواج مبني على مصلحة. اليزابيث في النهاية كتبقى بنت وكتبقى انسان، يعني محتاجة اهتمام ومحتاجة الحب والعطف والحنان. كان واحد الخادم في القصر الملكي شاب وسيم جدا وعنده اسلوب زوين في الكلام، وكان دائما كيمشي عند اليزابيث باش يشوف شنو خاصها. اليزابيث فهمتها في شكل وكيسحب ليها ان هاد الشاب كيحبها وباغي يتقرب منها، ومع هي ناقصه حنان عجبها البلان وبدات كتقرب منه حتى هي. المهم اليزابيث دخلت مع الخادم في علاقه غير شرعيه، هو بطبيعه الحال ما غاديش يرفض بنت زوينه ومن الطبقه ديال النبلاء. العلاقه بين اليزابيث والخادم استمرت لعده شهور، حتى لواحد النهار حسات براسها عيانه شويه. فاش زارها الطبيب وفحصها قال الامير فرانسيس مبروك عليك راه مراتك حامله، وهذه غير الاعراض ديال الحمل بدات كتبان عليها وما تخاف ما والو. وهذه كانت اكبر صدمه بالنسبه للامير، حيت كيف قلنا ان الامير ما عمرو قرب من اليزابيث، هما مزوجين فقط غير في الاوراق وماشي زواج حقيقي، يعني هو عارف ان هذاك اللي في كرشها ماشي ولده. فرانسيس سول اليزابيث شكون هو الاب ديال الطفل اللي في كرشك، هي صافي ما بقى عندها ما يتخبى وجاتو من التالي وقالت ليه شكون هو بات الولد مباشره. فرانسيس شد هذاك الخادم وخصاه بالسيف وخلاه كيغوت ويتالم قدام اليزابيث، واللي اصلا كانت موالفه في حال هاد المناظر وجاتها شي حاجه عاديه.
وما تسوقاتش نهائيا لداكشي اللي وقع للعشيق ديالها. فرانسيس من بعد ما عذب الخادم مزيان خداه لحول الكلاب المفترسة وبقاو كيفترسوا فيه حتى تحول الى قطع صغيرة. البيبي اللي كان في البطن تاع اليزابيث تسناوه على ما تولد وقتلوه وتخلصوا منه. فرانسيس ناداستي كان مريض ديال بصح. اليزابيث كانت كتشوفو دائما كيشد الضحايا وكيعذبهم وكيتكرفص عليهم بدون رحمة او شفاقة، يعني ما كانش عنده شي حاجة في القاموس ديالو سميتها موت مباشر. كيعذبهم في الاول عاد كيقتلهم. القصر كان عبارة عن مجزرة بشرية. واحد النهار فرانسيس كان كيعذب في الجنود الاتراك، شوية هو يعيط على اليزابيث وعطاها السيف باش تقطع دوك الجنود. هي طبعا ما كانتش من العاجزين لانها كبرات في عائلة ديال المجرمين وهادشي بالنسبة ليها عادي، ولكن هي كانت كتشوف داكشي غير بعينيها وما عمرها جرباته على ارض الواقع. اللحظة اللي شدات السيف وبدات كتقطع في واحد من الجنود الاتراك حسات بواحد النشوة ما يمكنش، ومن هذيك اللحظة ولات اليزابيث كتستمتع وكتتفنن في تعذيب الضحايا. وهادشي يالله في عمرها 14 سنة. في احد الايام راجلها فرانسيس خرج في موكب دبلوماسي خارج البلاد. هي فاش بقات بوحديتها حسات بالملل وبغات شي حاجة باش تفوج على راسها، ولكن ما بغاتش هي شي حاجة عادية، لا، اليزابيث بغات الترفيه يكون ماشي عادي. شوية وهي تفكر عمتها كلارا اللي كانت كتستمتع بطرق منحرفة، اليزابيث جابت بعض الخادمات الصغيرات من القصر وفرضات عليهم يمارسوا معها الفاحشة. وكل ما سالات من شي وحده من دوك الخادمات كتشدها وتبدا تقطع فيها شويه بشويه حتى كتموت الخادمه المسكينه. من بعد ما دازت عده سنوات اختفى فرانسيس اللي هو الزوج ديال اليزابيث في ظروف غامضه. كاين اللي قال انه تغتال من طرف قطاع الطرق. دابا اليزابيث ولات هي مولات الشيء، يعني كاع القصور والاراضي والاملاك تحت التصرف ديالها، وزيد عليها السلطه والنفوذ اللي ولات كتمتع بها. ولكن كيف كيقولوا الزمن لا يرحم، اليزابيث بدات كتكبر في العمر، التجاعيد بدات كتبان والشعر بدا كيشيب. في احد الايام وحده من الخادمات كانت كتمشط ليها شعرها. في واحد اللحظه الخادمه سهات شويه وهي تجر الشعر ديال اليزابيث مع المشطه، امر عادي ماشي شي حاجه اللي كبيره. ناضت الخادمه وبدات كتعتذر ليها وكتوسل وفي نفس الوقت خايفه منها. اليزابيث كانت معصبه وما كتزاقلش مع فحال هاد المواقف. ناضت هزات واحد المقص كان حداها وضربات به الوجه ديال الخادمه حتى خلات الدم ديالها كيسيل فحال الشلال على اليد ديالها. فاش مشات كتنظف يديها من الدم ديال الخادمه حسات بواحد الشعور غريب وزوين في نفس الوقت. حسات ان البشره ديالها ولات رطبه ونقيه، بحال دوك التجاعيد بداو كيختفي. ولكن هادشي كامل كان مجرد هلوسات لا غير، حيت الملكه كانت مريضه نفسيا. من بعد هاد الحادثه ناضت جمعات المستشارين ديالها وعاودت لهم القصه ديالها مع الخادمه وكيفاش ان الدم ديال الخادمه قدر يرجع لها البشره ديالها اكثر نضاره. المستشارين بطبيعه الحال ما يقدروش يكذبوها، حيت بكل بساطة غادي تطير ليهم راسهم. وقالوا ليها برافو، فكرة مزيانة هادي. قالوا ليها احنا غادي نتكلفو نجيبو لك خادمات شابات، وداك الساعات تقدري تستافدي من الدم ديالهم كيف بغيتي. وعاد كاين اللي بدا كيألف في القصص والروايات، وقال ليها بلي كاين نبيلات وملكات طبقوا هالطريقة وقدروا يحافظوا على الجمال والشباب ديالهم. وقالوا ليها انهم كانوا كيستحموا كيدوشوا بالدم ديال العذراوات. اليزابيث فاش سمعات هاد القصص زادت تحمسات اكثر واكثر. اول حاجه دارتها هي رجعت عند الخادمه اللي كانت ضرباتها بالمقص، شداتها وعلقاتها فوق البانيو اللي كتدوش فيه وتسنات على ما يتجمع الدم في منطقه الراس. موراها ضرباتها الحجوره ديالها وبقى الدم كيسيل حتى تعمر البانيو. وهكا اليزابيث دخلت البانيو وبدات كتعوم في الدم ديال الخادمه بكل بروده، وهي عند بالها انها الطريقه غادي تخليها تصغر في السن. اليزابيث كانت عندها مشعوذه خاصه سميتها دوكا، وهاد دوكا هي اللي كانت كتجيب ليها الخادمات باش كتذبحهم وتدوش بالدم ديالهم. وبقى داك الهوس كيزيد نهار بعد نهار، لدرجة أنها شرات واحد الأداب تاع التعذيب سميتها العذراء الحديدية، وهادي كانت كتستعملها لتعذيب الخادمات العذراوات. شي مرات كانت كتبقى تخيط ليهم فمهم وكتبقى تشد الخيط بقوة حتى كيتقطعوا الشفاه ديال الخادمة. ومن بعد هاد المرحلة كتحط ليها واحد الجمرة في الفم ديالها، وفاش كتعذب الخادمة مزيان كتقتلها وتدوش بالدم ديالها. اليزابيث طلع ليها هادشي في راسها وحسات بالملل، وطلعوا ليها الفتيات الفقيرات في راسها. الملكة بغات تطلع النيفو واحد شوية، وخدات قرار باش تستعمل دماء ملكيه بلاصه دماء الفقراء. فاش اقترحت هذه الفكره على المشعوذه دوكا قالت ليها ان هذه فكره مزيانه، وطبعا ما يمكنش ليها تعترض الفكره لا تصدق مدوشه بالدم ديالها حتى هي. اليزابيث كانت كتستدعي العذراوات من العائله الملكيه للقصر، كتعرض عليهم وكدير لهم منوم في العصير ولا في الشراب، وفاش كيفقدوا الوعي كدير فيهم ما بغات، يعني كتعذبهم وكتستحم بالدم ديالهم. وبقات اليزابيث على هذا الحال حتى وصل عدد الضحايا ل 600 خادمه فقيره و25 بنت من الطبقه النبيله، وفي الاعتقاد ديالها انها ولات اكثر شباب وانوثه. ولكن بطبيعه الحال هذا الشيء غير في الخيال ديالها، اما الواقع انها مجرد عجوز شريره وسفاحه ومريضه نفسيا. في هذه الوقيته كان ولد عمها الكون جورجي كيفكر يتخلص منها ويستولي على القصر وكاع الممتلكات ديالها،
سنة 1601 غادي ياخذ الجنود ديالو واقتحم القصر ديال إليزابيث. فاش دخل القصر لقى واحد المنظر مرعب ومقزز. لقى داك القصر عامر بالجثث والضحايا في كل مكان وريحة الخنز ما يمكنش الواحد يستحملها، ولكن إليزابيث كانت موالفة هاد الريحة وهاد المناظر البشعة والمقززة. أول حاجة دارها جورجي هي اعتقال إليزابيث، ومراها شد الخدم اللي كانوا كيعاونوها في الجرائم ديالها وقطع عليهم صبعانهم وحرقهم وهما حيين. أما بالنسبة لإليزابيث دوزت 3 سنين في السجن، حتى لواحد النهار هما يلقاوها ميتة داخل الزنزانة. وهكا غادي تسالي القصة ديال أسوأ سفاحة في التاريخ البشري، إليزابيث باثوري أو كونتيسة تودن. خوت شوفكم في قصة جديدة، تهلاو ليا فراسكم، السلام عليكم.